لما بتكلم بقى على الهيومن سكين، ودي الحاجه اللي انا كنت عايز اوصل لها، هلاقي عندي ان في رينج معين من اللامداز، رينج معين من الويف لينث، هلاقي فيه ان الاميسيفيتي بتاعتي بتبقى 0.98 بلس ماينس 0.01، يعني ممكن انها تبقى 0.99. اوكي، فالنقطه اللي احنا بنتكلم ان هو فعلا الهيومن سكين ده بيبقى قريب جدا 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 ان هو يكون بلاك بودي. اوكي، لو انا بتكلم على assumption ان السيرفيس اريا بتاعت البني ادم حوالي 1.73 متر سكويرد عند temperature 33 درجه، بتكلم على التوتال باور radiated بتاعت جسم الانسان، التوتال باور radiated من الجسم هي عباره عن W total بتساوي S في W total، اللي هي عباره عن S في سيجما S بي في تي اس 4، اللي هي عباره عن الشتيفن بولتسمان لو. اوكي، هلاقي انها بتساوي 860 وات. اوكي، يعني نتكلم انها رينج من الراديشن عالي جدا جدا، وبيساوي تقريبا 9 اضعاف البيزا ميتابوليك ريت اللي احنا عارفينه في الجسم اللي هو حوالي 100 وات. اوكي، النقطه ان الايكويشن دي فيها غلطه، يعني عشان احنا نحسبها بالشكل ده كده في خطا، ان احنا بنأسيوم ان السراوندز بتاعتنا ات 0 ديجريز كلفن. اوكي، يعني الجسم بتاعنا هو اوكي ممكن يمت الانرجي دي، بس اكشوري الحاجات اللي حواليه هي كمان بتمت. فالحاجه الصحيحه اللي احنا بنحطها ان هي تبقى تي اس 4 ماينس تي امبيانت اس 4 عشان نقدر نحسب الكلام ده بشكل مظبوط. اوكي، فدي من الحاجات اللي احنا برضو ناخد بالنا منها، ان احنا نقدر بمنتهى البساطه نتيجه ان احنا شايفين قدامنا كده بالظبط ان الهيومن سكين ده بيعبر عن بلاك بودي. اوكي، نقدر نحسب هو هيمتص قد ايه انرجي، او هياخد او هو هيميت قد ايه انرجي ات اني جيفن ويف لينث. طبعا برضو ناخد بالنا من حاجه مهمه، ان الكلام ده بيبقى فاليد بس في الرينج ده، يعني الفاليد بتاع الرينج بتاع اللي هو في بالنسبه بنتكلم على الفيزيبل لايت وفي النير انفراريد وفي في الالترا فايولت اللي هو نير الترا فايولت راديشن، مش بنتكلم على كل الرينج بتاع الايه بتاع الالكترومغنتيك سبيكتروم. عشان بقى نحل المساله اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي بشكل دقيق، هاسيوم السراوندنج تمبرتشر بتاعتي عباره عن 20 درجه، يبقى ساعتها ال W total اللي هو هيعمل لها emission اللي هو ال human skin ده يعمل لها emission هتبقى بتساوي S sigma SP في T أس 4 ناقص T S أس 4. اوكي، T أس 4 هي عبارة عن درجة حرارة الجسم اللي هي بتبقى 37 درجة زائد طبعا 273، وبتكلم على مثلا اللي هي surrounding temperature عبارة عن 20 درجة زائد 273، فهنا او actually هو فرضها مختلفة شوية، مفروضها اقل شوية نتيجة ان ال human skin بيبقى مختلف عن internal temperature، يعني هنتخيل ان هي هتبقى حوالي 34 ولا حاجه. ففي الاخر هنتكلم على الرقم بتاعنا هيبقى 306 اس 4 ناقص 293 اس 4 هيطلع حوالي 137 وات. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده لو في واحد واقف وجسمه كله متعرض لدرجه حراره بتاعت 20 درجه، يبقى اكشوالي الحراره اللي هيفقدها اللي هي 137 وات دي هتبقى اكتر من البيزل ميتابوليك ريت. فهو عنده حل من اتنين، يا اما هو يبتدي يتحرك علشان يبتدي يعمل اكسرسايز ويرفع درجه حراره جسمه عشان يعلي البيزا ميتابوليك ريت، يا اما هيبتدي بقى يفقد درجه حرارته ويبتدي يوصل ايه لهايبوثيرميا. اوكي، واحده من الامثله برضو مهمه قوي اللي احنا ناخد بالنا منها، ودي حاجه الحقيقه بنشوفها في المستشفيات، ان احنا عندنا الجلاس هاز هاي اميسيفيتي ان انفراريد ريجن. اوكي، فالراديشن تو كولد ويندوز ده واحده من الحاجات اللي احنا كلنا ممكن نلاحظها في الشتاء. لو انت حضرتك في الاوضه بتاعتك وفي الشتاء الدنيا بره ساقعه وسايب الشباك مفتوح، يعني شباك مفتوح والازاز هو اللي مقفول بس، هنلاحظ ان الاوضه دي ساقعه. لو حضرتك قفلت الشيش او حطيت ستاره او ستاره غامقه يعني او ستاره مش بتسمح بالضوء ان هو يعدي، هنلاقي ان الاوضه بتبقى ادفى، لان الجلاس هاز هاي اميسيفيتي ان انفراريد ريجن. فمعنى كده الهيت فروم بودي، يعني لو انت حضرتك قاعد في الاوضه حضرتك بتميت هيت من الجسم للجلاس ويندو. اوكي، فاللي بيحصل ان هو يعني الهيتنج من البادي للجلاس دوت بيبقى اكتر من الهيتنج اللي جاي لك من بره لجوه، لان بره بيبقى اسعى من جوه. فنتيجه لكده بيحصل ان انت بتفقد درجه حراره اكتر لما يكون الازاز ده يعني موجود وبينك وبين الانفايرمنت اللي بره. اوكي، الكلام ده مهم جدا لما بتكلم على حاجه زي الانفنت انكوبيتورز اللي موجوده في المستشفيات. لو في عندي السويت اللي موجود فيه الانفنت انكوبيتورز، لو كان في ويندوز، المفروض الويندوز دي تبقى اما مقفوله
يا اما لازم اكون اميك شور ان السايد بتاع الانفنت انكيوبيتور اللي ناحيتها يكون محطوط عليه حاجه بحيث ان يبقى فيه سيباريشن بين الانفنت انكيوبيتورز والويندوز المفتوحه دي. اوكي لو الويندوز يعني الازاز بتاعها مقفول الحقيقه بتبقى سورس اوف ابزوربشن اوف هيت من الاوضه لبره. اوكي فمعنى كده ان احنا لو احنا خلينا الانفنت انكيوبيتور موجود وجنبه شباك ازاز اللي بيحصل ان السايد بتاع الانفنت انكيوبيتور دوت بيبتدي يبرد بريت اعلى بكتير جدا من السايد البعيد، فبيحصل ان يبقى درجه حراره ممكن الانكيوبيتور يبقى عايز درجه حراره مظبوطه من نقطه معينه جوه الانكيوبيتور، بس درجه الحراره دي بتبقى ابرد جوه الانكيوبيتور نتيجه لايه؟ نتيجه للاكسبوجر للايه؟ للجلاس ويندو دي. فناخد بالنا من الكلام ده ان احنا لو احنا عندنا انفنت انكيوبيتور سويت في مستشفى لازم ما يبقاش فيه اي ويندوز خالص، ولو كان في ويندوز لازم تبقى مقفوله او لازم تبقى ما فيش مش بس تبقى جلاس ويندوز، لازم تبقى في حاجه بين الازاز وبين الانفايرمنت اللي بره عشان تمنع خروج الحراره من السويت دوت لبره.